والله. لا على فكره عايز اقول لك حاجه، واخدين فكره ان انا بابا كتير ما اعرفش يعني انا بيني وبين نفسي قعدت كتير ادرس على فكره حالتك، يعني حال حد بالجرأة دي وبالجدعانه دي بجد بجد، يعني جدعانه دي مش مجامله صحاب حبيبتي ربنا بجد والله العظيم. بس انا مستغربه من اللي بيحذروني، انا نفسي استغربت يعني. انا اكتر واحده اشتغلت بطولات جماعيه مع كل النجمات، ويعني علاقتي بيهم كلهم كويسه. اه استاذه سوزان حسن كلمه اخيره. انا جد نوره استاذه سوزان اعلاميه الجميله الرائعه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا والنهارده فعلا احنا بنحتفل بيكي ايقونه فنيه جميله متميزه جدا، بالتالي ما فيش دور انت ما عملتيهوش. يعني انا اعتقد ان استاذ مجدي ابو عميره، انا اسفه يعني، نورت المسرح نورت المكان، اهلا وسهلا بيك، اجمل الاعمال بقى والذكريات الجميله كلها نورت. انا اسفه الان لحضرتك استاذ سوزان. فطبعا انا مجهاد او انا فوزيه او انا الشخصيه، فانا طول عمري حريصه على ده. اقول لهم انا ما يهمنيش الدور طوله قد ايه، ما يهمنيش اطلع صغيره ولا كبيره. انا عملت موعد مع الرئيس كان عندي 25 سنه، كان مكتوب برضو الاستاذه فاتن حمامه مكتوب لواحده عمرها فوق ال50، وعملته يعني، وعملت شعر ابيض وانا في العشرينات. فانا عمري ما بحثت عن ان انا اطلع سني كبير. انا طلعت ام لزملاء في سني، يعني اشرف عبد الباقي كان بيحبني في فيلم خادمه، ولكن ما طلعت ام في خالي من الكوليسترول اعجابا بدور الام المعاقه ذهنيا، لانه دور في تمثيل. فهو ده الممثل، ما يهمناش ان احنا نطلع اكبر من سننا، او نطلع متبهدلين، او اطلع الفيلم كله بجلبيه واحده، او اطلع كم مشهد بس اعرف اقول من خلالهم انا ممثل. وعلى فكره بطلوع الروح انا في حلقات انا ما طلعتش فيها، يعني هو من الادوار اللي مش طويله، وبدايه ظهوري من الحلقه الخامسة، وده اول مره بالنسبه للمسلسل، لان انا عملت ده كتير في افلام، لكن اول مره بالنسبه للتلفزيون. بس انا سعيده جدا بالدور وفخوره بيه جدا، ان هو في مسيرتي للرساله المهمه اللي الدور بيوصلها، ولاننا انا وانتو كلنا اكيد ضد الارهاب ولازم نحاربه بكل قوتنا. شكرا لوقتكم.